تعبان نرفع جلسه شويه ونكمل. قالوا لا انا تمام هكمل. بنتكلم في ايه؟ سألوا على تواريخ قديمه جدا. سألوا سؤال عميق جدا يا جماعه، ما يمرش علينا ومر الكرام. ايه هو الحب؟ المستشار سأل المتهم ايه هو الحب؟ السؤال ده مش المتهم، السؤال ده لكل واحد شاب مرتبط بواحده وبعدت عنه واتجوز واحد تاني هيقتلها خلاص ما عادش في بنات. مش هنقول جنون، مش هنقول جنون، لا ده غل وحقد، ده غل وحقد، نبته الشيطان، نبته الشيطان وزرع جواه، نبته الشيطان وزرع جواه. حضرتك شايف تغيير المتهم لاقواله في النيابه لا تفرق مع المحكمه ولا معانا شيء؟ هيهات احنا موجودين ما تقلقش. كان شعور الاب، شعور الاب ايه؟ وصف لنا شعور الاب لما المتهم قال بعض الكلمات الساذجه اللي طلعت منه في قفص. انا نبهت على اهل نيره، قلت لهم مهما يتم الاستفزاز ما حدش يتكلم، ولو في حاجه حصلت انا اللي هرد. تمام، وبالتالي التزموا، وبالتالي التزموا. جاي يحصل ضغوط عليهم؟ جاي مفيش ايام جايه، يوم واحد بس. يوم واحد مفيش ضغوط على مين؟ على اهلها. ما ليه؟ من قبل المتهم اللي هو ايه؟ الصلح؟ لا في الصلح، لا الصلح، لا في الصلح. صلح ايه؟ هيصالحوا مين ولا مين؟ ده الشعب كله. قضيه الشعب يا جماعه. هيصالحوا مين ولا مين؟ ولا يجرؤهم على فكره، ولا يجرؤهم ان هو يعاتبوا ناحيته. وانا بقول لك هما جرؤوا يجي يشوفوا ابنهم النهارده؟ ما يقدروش يجي يشوفوا ابنهم ولا يجرؤهم.